وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب الأخطاء التي شابتها، إلى أن طهران خدعت العالم بالاتفاق. وأكد بومبيو أن إيران لن تكون أبدا بعيدا الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط، واعدا بملاحقة العملاء الإيرانيين واتباعهم في حزب الله الإرهابي في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم. وشدد الوزير الأمريكي على أن إيران ستواجه أقصى عقوبات في التاريخ في حال قررت أن تعود إلى برنامجها النووي، موضحا أن ثمة فرقا بين الشعب الممتعض من الفساد والنظام الذي لا يكف عن تقديم ملايين الدولارات للميليشيات في الخارج.